قال لي بقى اقول لك لو عايزه تجيبي طقم حلل اكيد مفيش غير شركه جولدن، اكبر تشكيل لاطقم الحلل زي شهاده الضمان اهو 25 سنه اهي، والستيكر على الحله نفسه، سهران توزيع حراري، بجد حاجه محترمه. بصوا يا جماعه زينوكس اهو ميدن ايجيبت، طبعا انا قايله لكم ده مصري حاجه محترمه ما شاء الله، الحله تقيله الضمان ده كتالوج. اه كتالوج بتاعه. بصوا الحله ليها الكريات اهي من جوه، بتاخد معاكي مش هنا التعريف يعني رقم 15 اللي اكبر حله خطيره، استبان محترم جدا جدا، خطير توزيع حراري محترم. عايز اعمل لكم سبوت هنا عند جولدن على الاطقم الحلل عشان تعرفي ان انت جايه هتلاقي اللي انت عايزاه، عايزه براند هتلاقي بسعر قريب جدا، عايزه كمان اسعار قريبه هتلاقي في حاجات اسعارها قريبه. بصوا التخشيط بقى طبعا يعني ما شاء الله مش محتاج عشان نتكلم، بس استخدمه في نفسه. الستاند ده دوار عندك منه بقى كل الاشكال دي، اتفضل معانا كده، بصوا معانا كده على الاشكال دي اهي، وبصوا الشكل اللي هو سيلفر في البيسي برده ده حلو قوي. عندك اشكالك براحتك، اختار اللي يروق ليكي. الستاندات اللي هي الابيض في الجولد، الكل الجولد كلها دي عجباني قوي، الجولد بتاعها مش فاقع وشياكه وقمر، حاجه محترمه جدا خطيره بصراحه قمر. انا بصراحه بحبها. الستاندات اللي فوق دي المعالق بتاعتها مختلفه. تعالوا بصوا كده بقى على الاشكال بتاعتنا، عايزه انفعكم تتفرجوا معانا، وحاجات قمر ما شاء الله. دي طرق نشارات 6 شوب 6 شاي. ايوه في ده برضه نشارات 6 شوب 6 شاي، كل اثنين لون. ايوه في البلاتينيوم ده برضه معاكي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. احنا النهارده موجودين معاكم في جوله جديده من شركه جولدن ابو النورس. زي ما بقول لكم متعوده دايما اقول المكان ما شاء الله فيه كل حاجه، اول ما تدخل اطقم شاي وجاتوه على ايدك اليمين، وبعدها على طول الاطقم بتاع العشاء، وبعد كده على ايدك الشمال بتلاقي اطقم الاركو بايركس كلها مرصوصه قدامك ما شاء الله باشكالها، ولسه في اشكال طبعا كمان مش مفتوحه. والترابيزات القمر اللي في النص دي عليها جلاس كوبر كده، التشكيله بتاعتها حاجات قمر وحكايه زي ما احنا شايفين كده. مثلا شايلت التحت البسكويت دي قمر قوي عجباني، بصوا الشياكه، بصوا الجمال، بجد الشغل ده بتلاقوه في اي حته اكيد، لا حاجه قمر بجد عظمه. طبعا تحت هنا بيعرضوا لكم حلل، وانا هعمل لكم جوله في القسم بتاع الحلل برده، ناخد كده كام طقم ونعرف اسعارها وناخد خصومات كمان. طبعا الطقم ده العظمه بطقم التوزيع بتاعه اللي عليه هديه، حاجه شياكه جدا. خلينا نقول ان احنا معانا النهارده تشكيله ازاز عاملين عليها عروض هصورها لكم معانا في الفيديو، كمان هنا تشكيله السيلفر والحاجات القمر دي موجوده، وطقم العشاء ده طقم عشاء مش طقم عشاء ما شاء الله، في حاجات تحفه موجوده معانا النهارده. ودي طبعا المقص بتاعها بس يركب وتحطي جوه بقى تسالي، بسكوتات، كحكات، اي حاجه. وعندك تشكيله اهو، وعندك اللي احنا واقفين جنبها هناك المدربه دي تحفه، لفته نظري جدا، شياكه وتنفع هديه، هاتها كده بسم الله ما شاء الله، بصوا الشياكه وجمال بجد تحفه جدا جدا، وتنفع هديه العروسه وهي ما شاء الله يعني بتتكلم عن نفسها كذا قمر. خلينا نقول بقى تشكيل اطقم الاركوبير اللون الواحد وماتشنج الالوان، وده معانا بكل التشكيل بتاعه من شركه جولدن. ومش بس كده، احنا يا جماعه مستوردين، يعني انتوا هتلاقوا حاجات كتير جدا عليها اسمنا، لان احنا مستوردين بنوزع على ناس كتير جدا في السوق، لان احنا موجودين في ابو النمرس اصل الادوات المنزليه بسم الله ما شاء الله. يعني عايزين نقول اطقم العشاء، شايفين الجمال ده، وده جزء من الشغل اللي موجود كمان، تشكيل اطقم عشاء مدور مربع زجزاج، هتلاقي عندنا اطقم عشاء تحسيها اطقم صيني في نفسها، يعني انت لو جبتي منها طقمين انت عملتي طقم صيني محترم جدا ما شاء الله وشياكه واستعمال في نفس الوقت. طيب بصي بقى التشكيله هنا، شايفين الحاله الترند دي موجوده معانا في المقبض الخشبي ده، وفي المقبض الدبدوب كمان. بصوا المجات القمر دي تحفه حلوه كده الصبح، صباح الخير انت وجوزك، حاجه قمر. الكنك البايركس موجود معانا، التسالي بصوا كام حاجه تسالي موجوده معانا، ومش بس كده في كمان الكحكات والبسكوتات اللي ورا دي اشكالها والوانها وكل الاشكال بتاعتها وكل الالوان الترندي موجوده معانا على ستاند جولد وعلى ستاند خشب. احنا موجودين في ابو النمرس عند شركه جولدن يا جماعه، يعني النهارده الفيديو مختلف، يعني عايزين نقول ان احنا الشحن مجاني على اي حاجه بتشوفيها في الفيديو. خلينا نقول اكبر تشكيل اطقم الصيني متاح معانا، شايفين قد ايه ما شاء الله، احنا كل ده في اول دور، لسه الدور الثاني والدور الثالث ما شاء الله، عاملين ليكوا عرض عروسه حكايه، لازم تتفرجوا على الفيديو، الفيديو نزل من كام يوم، بصوا عليه هتلاقوهم عاملين عرض وشحن مجانا، عرض 4 في 1 احنا مسمينه كده، شوفوه بالتفصيل. وما تنسوش ان شحن العرض كمان مجانا. استندات القهوه واستندات الشوربه وكمان الشوربه اللي من غير حله، كل ده موجود في مكان واحد يا جماعه. هنا الموضوع كبير جدا جدا، مش مقتصر على الدور ده وبس، انت كل دور في حاجه بتميزه، الدور الثاني فيه كاسات وفي كمان قطب توزيعات وسكاكين وسيراميك وجرانيت وتيفال، والدور الثالث حلل والحاجات الحلل الفرداني والقلايات والكسرولات
انا عمال اتكلم واديكم كل التفاصيل عن المكان وما سلمتش على احمد. منور الدنيا يا احمد. نورك يا باشا. الاخبار عامل ايه؟ الله يخليك. كله تمام. الغيبه الطويله دي معلش. كنا مستنيين رمضان والعيد يعدوا ومستنيين الاسعار تنزل. الاسعار طيبه وقلنا نيجي ونعرف دنيتنا. الله يخليك. والطيبين كلهم طيبين يعني. امين يا رب ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. كلهم طيبين. وانت طيب وبخير. قول للناس احنا فين وعندنا شحن او لا. احنا شركه جولدن شارع احمد بدر بالنمرز الجيزه. عندنا شحن جميع المحافظات داخل وخارج القاهره بفضل الله. الرقم بتاعنا ما يتهوش طبعا. ابو نور جيزه. اللوكيشن معاكم على تحت الفيديو. تمام. واللينكات بتاعتنا كلها موجوده وارقام الواتس كلها موجوده. اللي برضو اللي ده جاي بيسال ولا حاجه يبعت لنا على الواتس ونتواصل معاه. ما يمشوش مع اي حد يعني. ما يمشوش مع اي يعني حد. يعني دي برضو حاجه قدامك تتواصلي معاهم وتيجي او تاخدي توك توك تقولي له ايه. لا يا بص دي بقى عمرها التكاتك. تقول له ايه؟ مش عارف. التكاتك ديت اصلا التكاتك ده سمسار. ده كانت عند محل بتوهج. انت تيجي تكون تابعه مع المحل معانا هنا مع الناس هنا. هم يجوك لحد باب المحل. تمام. يا اما تخش شارع احمد بدوي. تخش مزلقان ابو النمرس اليمين. تخش الشارع وتمشي براحتك. مزلقان ابو النمرس يمين. مزلقان ابو النمرس يمين. شارع احمد بدوي. خش الشارع. شارع كبير. المحلات كلها زي ما انت شايفه يمين وشمال. ما شاء الله. على الصفين. تعتمد بيدك من الجنب الثاني. جنب فاضي. يوديك عند مخزن تحت الارض كده ولا اي هو حاجه. هو الشمال ده. وبيعرفك ان هو ده المكان الجمله والكلام ده. لا ده دول بتوع قطاعي ودول بيضحكوا على الزبون. تمام. سواء تكون بيسيبك عنده وبيرجع ياخد عليك فلوس اصلا. لا ومش هيلاقوا التشكيل ده. ومش هيلاقوا نفس التشكيل ولا مش هتلاقي نفس الجوده خالص. حاجات قد كده يعني. مش بشكر في ناس مش هتلاقي نفس المصداقيه. احنا هنا عندنا الصيني الصيني التركي التركي الايطالي الايطالي كل حاجه بحاجتها. تمام. بس عشان كده النصيحه النصيحه للناس. عندنا شارع احمد بدر شحن جميع المحافظات داخل وخارج القاهره. تمام. عايزه ابدا لكم الفيديو ان احنا المكان ما شاء الله يعني بيتكلم عن نفسه. انتوا شايفين كم طقم سين يا جماعه موجود. هنسال دلوقتي ونعرف اسعارنا. بص بقى اطقم التوابل اللي تحت. حلو قوي الطقم اللي عامل زي ما كنا نازل عليه شوكولاته جولد. ده قمر خطير جدا. في كمان طقم الشوربه الجولد اللي هو فيه تاتش جولد. ده هو لونه بينك قمر. عندك هنا تشكيل امسيني تحفه. بص الطقم المدلع ده مربع كده ومساحه الطبق حلوه مرتاحه ومج الشاي حلو قوي والسلطانيه والبراد حاجه تحفه. الطقم ده كام قطعه؟ ده 62 قطعه. حاجه محترمه جدا وعاملين عليه عرض كويس جدا ب 4700. ده زي ده نفس السعر 4700. وده 4700. حلو قوي. كل التشكيله دي 4700 علينا قوي. واخدين بالكم يا جماعه من الاشكال. 4700. 4000. تعالي في طقم جديد لفت نظري قوي. ايه الطقم ده؟ طب ما تبص على التفاصيل معلش. نبص يا سيدي. عشان ده عاملين على عرض حلو يعني. ده حاجه غير؟ لا هو هو 4700. حلو قوي ما شاء الله. خطير بصراحه. حلو. موديلات كتير. والطقم اللي هو طلعوه لنا ده شيك قوي. طيب بصوا بقى ده ايه؟ ده شكل نجمه تقريبا. يعني توقعت ده نجمه كده. ده مختلف. اول مره اشوفه. 72 قطعه. ده ايه؟ حاجه فرسكولي. بصي فتحي محمود. بصوا عامل ازاي. طب بتاعه مختلف خالص. بصوا السلطانيه والبراد والسيرفيز ولا طبعا مسطح. ده السيرفيز. كبير ما شاء الله. بصوا عامل ازاي. جميل مختلف يا جماعه. بس ما شاء الله. الطقم ده كام قطعه برده؟ ده 72 قطعه ب 6800. ب 6800. اللي فوق ده زيه. اللي فوق زيه. واللي فيه جولد. الجولد اغلى. الجولد 7800. 7800. بصوا بقى اشكال الصيني دي. يعني انا لو مش هتفرجوا على كل حاجه اقول لكم سعرها. ده احنا عايزين يومين ثلاثه علشان نعرف نقول الاسعار. بصوا الطقم ده كمان سيمبل قوي. انا بحب الشغل البسيط ده. الطقم ده كام قطعه وايه؟ 62 قطعه ماليزي. ماليزي. 62 قطعه. ده ما فيهوش اي حاجه. ده تاتش جولد بس. ده في شغل. ده يمين. 7800. 7800. الماليزي 7800. في بقى الفلات ده. بصوا تشكيل الفلات ده برده حلو قوي ما شاء الله. موجود الحمد لله. تشكيله تحفه. بص الطقم ده برده مختلف. 66 قطعه. رايق قوي. 66 قطعه. حلو قوي. بكام؟ ده 7200. 7200. تعالوا بقى ناخد فكره عن الشغل القمر ده. احنا عندنا هنا بولات شوربه. دي الاندلس. الاندلس كده شغل الاندلس. خطيره خطيره. الاندلس بصراحه عظمه يا جماعه. بصوا في بولات زي كده وفي ده اكبر شويه. يعني دي بودنين ودي بودن واحده. اللي بودن واحده بكام؟ وحجمها اكبر. واللي بودنين واصغر بكام؟ 1150. 1100. طيب دي فيها الوان. معناها اهو الابيض والكاكاوي ده والاوف وايت المسفر كده. خلي بالك العمود ده ناقص عشان بس ده انت جاي في اخر اليوم فالدنيا لسه تحنا ناقص. احنا الستاند حلو قوي ما شاء الله. والشوربه ده كمان خطير فحلو قوي. انا بحبه بصراحه. بخاف منه. بصوا واخد لونين كده حلو قوي. طبعا ست بولات شوربه. والله تستعمليها اي حاجه انت عايزاها. تحطي فيها برده حاجات فروت سلطه تستعمليها. هنا القهوه برده بتاعت الاندلس تشكيلها ما شاء الله حلو قوي. وستاندات الشاي الاندلس برده
طبعا انا واخده بالي ان احنا عارضين تقريبا اسود بس، فهو في الوان يا جماعه. كان في الوان النهارده بس كان طلع النهارده. لا والله بصي هقول لك، لو بصيت على اللوك هتلاقي لسه كل ده هيكمل عرض. في حاجات ما وصلناش اليوم. العرايس اللي يعني ما فيش لسه عرس اصلا. طيب معانا كمان الشوربه يا جماعه، في الشوربه الفرداني زي كده متاحه معانا. الطعم بكام؟ ب 350. حلو قوي ده، ينفع هديه. طب هو المجات دي دايما بلاقيها عندكم على فكره. المجات دي جميله مش عارفه اطلعها. لا هو سهل بس الحمل الرجاله بتقفلها عشان 10 منها. بصوا المجه حجمه كبير من جوه، حلو قوي حجمه، حلو وفي نفس الوقت ما ياخدش معاكي مكان. انت متخيله الطعم ده بكام؟ ب 280. 280؟ حلو قوي، وينفع هديه وقمر وما ياخدش معاكي مكان للاماكن الضيقه يا جماعه، ده بيبقى حلو قوي. خلينا نقول كمان ان احنا تعالوا بقى ناخد فكره عن اطقم ال 10 والشغل بتاعنا. بصوا كده معانا هنا اطقم 10 تحفه، طقم ده مط حلو قوي، في منه الاسود والابيض وفي الوان تاني؟ ده ابيض واسود بس مط. ابيض واسود بس مط. ده 24 قطعه؟ ده 24 قطعه وعليه عرض 1100. ألف ومية بدل 1650. حلو ده، نزلنا العرض حلو جدا، حلو جدا ما شاء الله. طيب بصوا كمان ده اللي بقول عليكم تقدروا تستعملوه زي طقم الصين، شكله حلو قوي. لو جبتي طقمين انت عندك 12، عندك منه الشكل ده وعندك الشكل ده كمان، انت جايبه طقم صيني، حاجه عظمه وشيك واستعمالها راقي جدا. طيب بص ده بكام ده؟ ده ب 1500. ده جميل، ده مربع بقى، ناس اللي بيحبوا الشغل المربع. طيب تعالى بقى ايه، اديني فكره عن شغل الكوبايات اللي قلت لي عليه. الازاز ده نبص على شغل الكوبايات. تمام، تبص معايا على طاقه الجبال ده. ايوه لسه جاي جديد. يلا وريني زيرو استرافنا برضو. ايه ده؟ ده براد استانلس. لا براد استانلس جولد، يعني جاي كده مظبوط، شكله جديد برضه قوي. بتحط حاجات بسيطه لذيذه. الله، بس وميد ان تركي وتنقيع حراري وتتانيا وتشيل ما شاء الله. اوريك كده حاجه كده ايه على السريع كده، ايه بعد اذنك يعني، ايه ونصور. بص كده الحله دي، قول لي رايك. انا بحب الجديد اصلا، يا جماله يا جماله. ده فضله ده ولا ايه؟ انا عايز اوريك الوانه بسرعه جميله جدا، يعني في اللون التالت بتاعه طالع من بره ازاي ما شاء الله. في التوزيع الحراري تحفه. هوريكي بقى الحكايه. جديده وتركي. بصوا قولوا حصل انا معايا ده حلو قوي. بصوا يا جماعه، ومربع بطاطا ستانلس اكسسري جولد كده، حاجه قمر. الحطام ده تحفه، انا عايزه اعرف سعره. اربع حلل وقلايه. دي قلايه يا جماعه. انا عايزه بس اليوم ده بس الاول بعد كده سيب السعر في الاخر. يعني اللي يعجبك خديه وبعد كده خلي علينا الاسعار. اخده يعني؟ تمام يا جماعه. شايفين الجمال؟ تحفه، بكره عليكي تاني يا جماعه. شوف الحلقه بتاعتك. الله الله تحفه. شايفين دي بقى، انت ممكن تقعدي تتفرجي عليها كده تشبعي، مش محتاجه تعملي فيها اكل. والله هو هيعمل ايه طيب؟ مش محتاجه تعملي فيها اكل. هو ايه هيتفرج على الحلقه يشبع برضه؟ تجيبي ورقه كامله تتفرج عليها. انت عايز تلبسنا في ايه شكلك؟ بصوا يا جماعه كمان لونها مختلف تماما. واللون الثالث بتاعه كده حكايه. الوانه حلوه قوي. ثلاث الوان، اللون الجديد واللون الزيتوني او الزيتي اللي بلمعه ده، اللون الكحلي بتاعه. بص يا باشا اهو، حكاية الحكاية. في حاجة أحلى من كده؟ مش هتلاقي حاجة أحلى من كده. لسه الجيل لسه ما تعرفش، لسه بص على اللون ما شاء الله. الطعم ده بكام؟ ب 4800. 4800 بعد عليه خصم حراري وتحفة. 4800 عليه خصم جامد عشان تبقى عارفة. تمام ما شاء الله. هتلحقي ما تلحقيش والله العظيم. إن شاء الله تلحقه أول ما الفيديو ينزل. لسه ما طلعش فوق. وبفضل الله طلع منه كتير جدا، جمله قطاعي. مش الحياه ما تلحقيش. لا لازم تلحقوا يا جماعه، ابعتوا لهم على طول. وانت شيل لنا شويه من طبعين بتوعنا يطلعوا. كده كده بنشيل يعني، بس عادي ما بنقدر، اللي هو بنمسك نفسنا من زبون الجمله شويه. يعني ممكن 15 دقيقه في الاخر وزعنا والله. تمام. تعالى بقى نشوف بقيه التشكيل بتاعنا. حبيت بقى اوريكم شغل الازاز ده من الاول كده عشان ما اوريكيش في نص الشغل. لا تعالي نشوف من الاول كده احنا معانا ايه بالظبط. هنبدا بايه يا احمد؟ اي حاجه نخش على كده كده مش تبعنا بس عادي يعني. سعره ده كارت الحمود ده كله ما كانش على الكلام ده. بايركس كارت البايركس طبعا بيشتغل ليه لد من تحت هنا اول ما بتشغليه. تمام، ده قد ايه؟ ده لتر و2 لتر و2 لتر و200. تمام، اون اوف اهو. تمام، تفتح الغطاء اهو من هنا، يعني حاجه ايه محترمه ما شاء الله. ده بكام ده؟ 350 جنيه في العرض. عامل لك عزا، عامل لك عزا عرض الحكايه. ما شاء الله حلو قوي. خش على اللي بعده. يلا خش على ده. طبق فاكهه؟ طبق فاكهه. ستي بلاس ايه؟ ستي بلاس. ستي بلاس. بصي 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 بصي
حطيتيه كده بس جميل. الطبق ده بكام؟ من غير فلوس خالص 250 جنيه. عايزك تدي حاجه تقولي سعرها. 250 وينفع هديه. ينفع هديه، ينفع هديه. اه بس عندنا بس بصي الكاسه حلوه. وليه رايك فيها؟ الحاجه دي بوريك كده ايه بس عامل ايه خطير. ده بيطلع حكايه جدا. ده كام ده؟ 260 والله. 250 بصوا يا جماعه والله يا ريتكم معايا. حلو قوي، بيض وميته حلوه كمان ما شاء الله. امسك بصوا واخد ده شكل كريستال الامبراطور. اه بصوا عامل ازاي تحفه. بصي كده حلو ومش كبير، مش كبير قوي. احنا عندنا هنا هتلاقي دلوقتي اشكال مختلفه برضو. بكام؟ 150. ما تشيله مكانه علشان ما فيش حاجه تتحرك. 150 وخلاص على الله. ونعمل ايه؟ خش على بعض. يلا افرايك انا. اه ماشي. فالايس كريم والفروت سلاد بقى والجيلي، واحنا داخلين على اجازات واولادي كل شويه عايزين حاجه حلوه. العبوه فيها ثلاثه. ثلاثه مش سته؟ لا ثلاثه. اه ثلاثه بكام؟ 75 جنيه. الثلاثه ب 75؟ حلو قوي. ومين بلاش الرصه دي؟ يعني الثلاثه ب 75، يعني هتجيبي سته ب 150. عايزه تجيبي تسعه هتعرفي يعني. خش على اللي بعده. 12 يلا. ده دورك. خش على الدور الاوبراتور. امين. بصي الدورق ده بكام ده؟ 105. 105 بصي تحفه. وطبعا عندنا الدورق لومينارفي كمان او باشا بيتشي فوق. كل الاشياء عندنا برده كده وعندنا كده، هتلاقي ما شاء الله. مش مش بنهزر هنا اصلا. احنا عندنا التركي وال تمام ما شاء الله. دي بونبونيه. دي بونبونيه وسعرها حكايه الحكايه وهو خيال. قول لي رايك. بص جميل، ليها قاعده من تحت والغطا بتاعها ليها. طب اقول سعرها انت؟ اسطوانات. لا انا ماليش في القصه دي. يعني قول رينج كام؟ انا ماليش في القصه دي. لو انت بتشتريها عادي. لا برضه ماليش في القصه دي. 150. انت هتزعل مني. حلو قوي والله. 150 انت قولي. انا كان انت كنت بتقولي كده. لا 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 والله ما توقعت سعرها. حلوه ما شاء الله. على فكره حلوه وحطيها شيكه. تخيلي دي مع طبق الفاكهه الاولاني حطيتيهم كده، عملتي ديكور عندك وفي نفس الوقت. باشا الاسعار دي متابعين شركه جولدن ومتابعين شيماء الجوهري. الله يخليك تسلم. بصوا الجمال ليها رجول وطبعا في طعم الخشب بتاعها. سعر تجاري حواليك الخشب وكل حاجه. ماشي. ده سعر كراتين عشان تبقي عارفه، مش بديك سعر القطع قطعي. لو تجيبي حاجه زي كده مش اقل 350 جنيه 250 جنيه. تمام. انا بديك سعر الكرتونه القطع قلب الكرتونه ب 150 جنيه. 150 جنيه. ده بيعمل الجمله بسعر اقطعي. انت مش مضطره تاخدي طعم الهديه كله، يعني احنا معانا طبق الفاكهه لوحده وقلب الكرتونه. انا كده كده حلو قوي. مسهلين على اي حد اي حاجه هو عايزها. نخلي دي هنا عشان ما تقعش. اه جايب الطعم الجديده برضه حكايه الحكايه برضه. اه شايفين يا جماعه الشغل؟ حلو قوي. اه ما شاء الله. بونبونيره والفازه معاكي. الطعم ده بكام؟ 650. 650 حلو قوي. الطعم ده اسعاره بره غير يا جماعه، وحلو قوي. اسمه طقم هديه. ايوه لو انت جبتيه هديه. اه ده ست بلاستيك ازازها معروف وليها زبونها. حلوه. طيب ده ده كوشيكا. اه بصوا حلو جدا. انت لو جبتيه لماما او جبتيه لنفسك استعمال وهو شيك والله جميل جدا ما شاء الله. الطقم الحلو ده بكام؟ 380 جنيه. وعندنا منه اشكال، يعني مش ده بس، عندنا منه اشكال ما شاء الله. انا عايز اشوف بقى طقم الشاي اللي هناك في الطبق ده، ولا ده قهوه؟ ده شاي. معاك الحاجات دي؟ قهوه. بس شكله حلو. حاجه الله اكبر عليك. ما شاء الله. طلعنا بقى شاي. عليه الصلاه والسلام. بصوا الجمال، تحسوه كريستال في نفسه والله قوي. ده في منه شاي؟ لا الشاي خلص، كان موجود خلص. على فكره الشاي كلها نقص، كان في الشاي والقهوه بتاعتها بكذا شكل، بس هي مش موجوده حاليا. حلو جدا، انا عجبني ده قوي. ما شاء الله. بصي كده فعلا كريستال في نفسه، شيك قوي. طب ايه؟ ايه؟ خلينا نطلع بقى مفاجاه بقى الشاي ده. حقيقي. سعري انت؟ لا ما بسعرش. سعري يا ابني قلت لك ما بسعرش. ما المطمئن بتوعك وكل حاجه بتاعتك. سعري واثقه فيك، ولو ما عجبنيش هقول لك. 175. 175 وشكله والله كريستال. قولي رايك بقى. والله تحفه، حلو قوي ما شاء الله يا جماعه. والله ما هتلاقي الاسعار دي في حته. احنا عند شركه جولد زي ما احنا متفقين، يعني مستوردين. ايه الجمال ده؟ خد القمر ده. بصوا ميته رايقه ازاي؟ شايفه؟ الغطاء احمر ثابت ولا ممكن الاقي لون مختلف؟ لا ثابت ان شاء الله. ثابت. ممكن تلاقي الوان ما تفتحش كل الشيء. حلو قوي. انا استاذ عاجبني اكتر، بس لو حابه حاجه فيها شغل برضو دي شكل اناناسه شكلها حلو. تمام. ايه 95. 95 اه بذمتك؟ 95 والله عظيم. حلو قوي والله. عامل لك شغل نار. حلو والله. ما شاء الله بفضل الله. اسعار وعاملين خصومات للمتابعين بتاع شركه جوجل والمتابعين بتاع حضرتك. والله العظيم نار نار نار. جمله وقطاعي بفضل الله شركه جولدن. الحاجه اللي انت عايزها هتلاقيها باقل سعر في السوق.
وهتيجي السوق كله هتلف وهتيجي الاخر تاخد من عندنا. ما شاء الله بجد الشغل حلو قوي يا جماعه. عايزين نقول كمان تشكيله تطق ومشاريع الجاتو زي ما احنا شايفينها كده ورانا دي، اول ما تدخلي المكان بتشوفيها. كمان موجود معانا فوق اجهزه كهربائيه سواء كاتل بقى او مكنه قهوه او هاند بلندر او ايه تاني معانا، ايه تاني معانا، كبه كمان موجوده فوق اهو، وفي طبعا شوايات، وهتلاقي حاجات قمر ومضرب كهرباء، هتلاقي كمان الكنكه الفايروس موجود فوق، كميات موجوده زي ما قلبك يحب. الصواني الجولد اللي هناك دي اللي انا اخدت منها قلت لكم عليها دي خطيره خطيره، استعملتها في رمضان حلوه جدا بسم الله ما شاء الله. كمان في بقيه التشكيل بتاعنا بتاع الحلويات والقرامص ومضات الشوربه وكل الكلام ده، عندنا كميات حدث بلا حرج. احنا عند شركه جولد يا جماعه اسعار وتشكيل وما شاء الله كمان جوده بسم الله ما شاء الله، كل ده موجود معانا في مكان واحد. تعالى بقى عرفني سعر الحله القمر دي بكام؟ دي 280. جميله قوي، كيوته للعرايس اللي عايزين يدلعوا المسائل شويه. المجات الحلوه اللي قدامنا دي بكام؟ 75 85 95 105. اسعارها حلوه. انتوا عارفين دي بره بتتباع بكام؟ 150 بجد والله العظيم، بتتباع ب 150 يا باشا. انت في الجولد المنصفه انت هنا عندك المج الكوبايه اللي هي البابلز كلها دي، ايديها بابلز، في كلها بابلز موجوده. لا خلصت خلاص، شايفاها هنا عندهم برضو خطيره. عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها، الشايلات دي كام معانا؟ الستاند الجولد والستاند الخشب 1200 و1300. حلو قوي. دلوقتي احنا خدنا جوله في المكان حلوه، في حاجه ثانيه احنا عايزين نقول عليها؟ شو بقى اللي يعجبك انت والله يا كل اللي محبين الاطعمه؟ في توابل جميله جدا، تعال نبص على التوابل وبعدين نطلع فوق نشوف بقى الشغل بتاعنا. معانا بقى كمان بصوا تشكيل توابل البورسلين ده، هتلاقوا فيه منه لون واحد زي الابيض ده، في لونين زي اللي جنبه، وفي منهم الوان ثانيه كمان مع اختلاف طبعا الالوان. في بقى زي ما احنا شايفين الاوكسفورد ده قمر قوي حلو، ده اوكسفورد ولا الاندلس؟ لا الاندلس، الاندلس. معانا شايفين يا جماعه الاشكال، كل دي اشكال توابل البورسلين. اسعارها بتبدا فيها من كام؟ لا اسعارها من 1100 طالع، 1100 لحد 2000 قوي. الروز الفيل كده 1100 ده 1100 والله حلو جدا بس ما شاء الله. عايزه اقول لكم مش بس كده، عندنا تشكيل موجود فوق كمان اللي على ستاندات دواره، وكمان اللي هو الستانلس الستانلس اه بس زيت الخل موجود برده معانا فوق بتشكيل ممتاز وباسعار قريبه جدا. عايزين نقول كل ده يا جماعه تشكيل بسم الله ما شاء الله موجود في مكان واحد، حتى صواني التقديم موجوده معانا الستانلس، والشغل بتاعنا العظمه موجود معانا هنا. شايفين الشغل ده كله؟ ده صواني تقديم حاجه شياكه ما شاء الله تحفه، يعني هاتي اللي يروق ليكي، في سيلفرات وفي ستانلس، كل حاجه موجوده معاكي في مكان واحد، اسعارك موجوده، لو في حاجه حابه تعرفي سعرها اعملي عليها سكرين وتواصلي معاهم اسالي على السعر. القمر دي بكام؟ هي فلوس خالص. دي ما شاء الله حلوه قوي. لا فلوس خالص. خلاص؟ طب لفهاش بكام بجد؟ 1600. 1600 بسم الله ما شاء الله. في حاجات اقل، انا عندي 450 350 950 تمام 450 450 450 تمام. عندي الصينيه الترند ديت المرايه، قولي بكام؟ قول بقى يا عم. احنا عاملين عليها ضرب نار. ها 610 ده سعرها كده مش موجود في حته ثانيه خالص. 610 والله جمله كميات. 610 يا جماعه اللي متابعين شمال وهري في شركه جمله. اي حته ثانيه والله. طب الحاجات القمر دي بقى بكام؟ يعني انا بشوف دايما مهتمين بيها وبتشكلوا فيها. ده يعني كل مره الاقي اشكال شكل منها. شغلنا ده ايه بقى؟ دي صواني تقديم، صواني سيلفر. دي مرايه ولا ستانلس؟ لا دي مرايه. مرايه بقى. دي بكام؟ 950. اي واحده ولا 950 الاثنين اللي فوق دي 650. احنا قلنا السعر الكبيره اللي هي 950. المدوره دي خطيره والمستطيله دي تحفه. الحاجات دي مرايات يعني ممكن تقدمي عليها على فكره برضو، انا شايفه تقدمي عليها حلويات يعني مش شرط كوبايات وكاسات او الكلام ده، ممكن تقدمي عليها حلويات لان هي بتدي مرايه فمخليه الشكل يعني عظمه. تعالوا نطلع بقى نكمل جولتنا فوق، واوعوا تنسوا تشتركوا في القناه. معانا بقى هنا في الدور شويه تشكيل كاسات ومعايا مستندات سكاكين، مستندات توزيع تحفه يا جماعه. تعالوا كده معانا، معانا تشكيل البازل على ستاند بوست ده مثلا، انا بحب اللي هي كلها ستانلس دي بحبها. طلع لي سكينه كده يا احمد. اهلا سكينه. انت عايز السطور ها؟ السطور ما شاء الله تقيله وحلوه وما شاء الله. بصوا بتضوي معاك ازاي سكينه مرايه ما شاء الله ومعاها مسند بقى ومقص، يعني هتستعملي كل حاجه فيها. ايوه اهو يا جماعه بتضوي، يعني انت لو قربنا الكاميرا تلاقوها كده بتعكس لك خطيره. ده الستاند ده دوار عندك منه بقى كل الاشكال دي. اتفضل معانا كده، بصوا معانا كده على الاشكال دي اهي، وبصوا الشكل اللي هو سيلفر فين بيسي برده ده حلو قوي. عندك اشكالك براحتك، اختاري اللي يروق ليكي معاكي يعني طلعي الشيف يا جماعه. اختاري في سكاكين في توزيع في كاسات في حلل، هتطلعي كل حاجه. طب السكاكين الباز بكام؟
750. الباص ده هو اعلى حاجه حلوه يعني. حاجه محترمه جدا. طب في تعريف الصوره انت عارفه منه؟ انا عارفه عشان كده بتكلم على ده وبوريك. عشان كده وريك السكينه على الطبيعه التعريف بتلاقي السكينه كنزه شويه وخفيفه. كنزه خفيفه. عامل ده تلاقيه شعبي اللي هو مش اكريليك زي ده كده بلاستيك. فرق من حلقه اكريليك. بيبيت انت هتشوفيها تعرفي على فكره. طيب تعالي بقى بصي معايا سندات التوزيع دي كده اللي هي الفاميل الاسود اللي نازله جديده موجوده معانا واليد بتاعتها الماربل دي شياكه حاجه عظمه. طيب خلينا نبص بقى على سندات المعالق اللي هنا يا جماعه. المعالق دي حاجه عظمه، انا بحب سندات المعالق جدا. انا عندي اجيب ستاند معالق وما اجيبش شنطه، شياكه وباينه وما شاء الله حاجه تحفه. بصي كده للسندات اللي هي الابيض في الجولد، الكل الجولد كلها دي عجباني قوي، الجولد بتاعها مش فاقع وشياكه وقمر. حاجه محترمه جدا خطيره بصراحه قمر. انا بصراحه بحبها. الاستندات اللي فوق دي المعالق بتاعتها مختلفه، لما بتحطيها جنب طقم الصيني هم عاملين لك عرض تحت زي ما شفناه قمر يا جماعه بجد. اسعارهم بتبدا من كام؟ يعني 1550 طلع 1450 وحاجه حلوه محترمه. يبقى دي حاجه ب 2000 في 3 على حسب الشكل يعني ما شاء الله. طيب لو عايز حاجه استعمال مطبخ على ستاند، عندي حاجه لو من غير الستاند عندي حاجات طقم 24 قطعه ومشارات 12 معلقه كبيره 12 شوكه كبيره 12 معلقه صغيره وشوكه صغيره. ده استيرادنا وحاجه محترمه جدا بالنسبه للعروسه وسعره كويس. اوكي 750 جنيه. انت قلت سعره في الاول ولا ما... لا مش سعره. 750 جنيه اتنشرات للستات. اتنشرات مش للستات. المحلات اللي انا بتاعها ممكن بياخد الطقم دوت وبيعمل له حامل بيبيع 950 جنيه. تمام حلو قوي. عايز اقول لكم بقى هنا ستاندات التوابل الدوره. بصوا الالوان، انتوا شفتوا الالوان دي في حته؟ لبني او ازرق واحمر واحمر شكل مختلف واسود، اسود خطير طبعا شياكه الدنيا فيه، والوان الطيف والروز القمر ده واللي فيه تاتش بولد، وفي بقى الاشكال الدواره اللي هو بينور تقريبا. ده بينور ولا واحد تاني؟ لا مش بينور. لا تمام. في هنا بينور برده على فكره. وفي كمان ده كده. كل الحاجات دي ليها ثلاث فتحات، فتحه الملاحه فتحه اكبر شويه والفتحه اللي بتنزلي منها لو خشن. فانت عندك ما شاء الله 12. بصي بقى هنا الاستندات دي كلها البطرمانات، ده غير البورسلين كمان موجود عندنا حاجات محترمه جدا. بصي تشكيل الترمس، لو عروسه ومحتاجه ترمس شياكه مش هتلاقي احلى من كده. شايفه الالوان والاشكال والتنسيق دول حلوين قوي ما شاء الله. بصوا ده، بصوا الاخير اللي عليه بنوته بعجله ده، وفي كمان اشكال ورق. لا اشكال حلوه ورايقه وترندي خالص على فكره. تعالوا بقى ناخد فكره عن الكاسات بتاعتنا. شايفين الكاسات القمر دي؟ بسم الله ما شاء الله، ده تشكيل كبير جدا من الكاسات، البوهيمي والايطالي والار سي ار والباشا بيتشي والتركي، كل الشغل بتاعنا موجود. طبعا دي طقم شربات من غير جولد ولا سيلفر للناس اللي عايزين حاجه رايقه موجود معانا. في حاجات فيها جولد وسيلفر براحتك خالص. تعالوا بصوا كده بقى على الاشكال بتاعتنا، عايزه امتعكم وتتفرجوا معانا. وحاجات قمر ما شاء الله. دي طلبت نشارات 6 شوب 6 شاي. ايوه في ده برضه نشارات 6 شوب 6 شاي كل اثنين لون. ايوه في البلاتينيوم ده برضه معاكي خطير. وده كمان في ده معاكي 6 شوب 6 شاي كل دي طلبت نشارات ما شاء الله. شغل عفو في الازاز نفسه. شغل الطلا دوت حاجه محترمه ما شاء الله تحفه. طيب بصوا يا جماعه كمان في المتقفل اللي تحت ده، عايز اقول لكم ده شربات. ده شربات ده شربات فيه مقاسين صح؟ اه فيه مقاسين حلو قوي. في الكاس ده برضه محترم جدا يعني. ده كاس اتنين مع بعض. سيادة الناس اللي هي عايزة حاجات سادة كله موجود بفضل الله. لو انت عايزة انت وعريسك بس حاجة مميزة ليكي ومحدش يشرب منها. بصي تحفة حلو قوي ما شاء الله. ده كده اتنين مع بعض. حاجات يعني انا بحب الكاسات السادة قوي. اه عشان كده فتحت لك الحاجات السادة. اه بتبقى شيك وانت مش بتملي منها وموضتها ما بتروحش معاكي. حاجه حلوه مختلفه بقى عندي. ده اهو يعني عندي من شو ده كتير. ايوه كتير بفضل الله. الحاجات اللي كلها مقفله. طب اوكي شوف ده 420 حلو قوي وسايبه شيك معاكي ومش هتملي منه ما شاء الله حاجه تحفه. تعالي بقى هنا كده. طبعا في شغل بلانك ماكس كله موجود وباشا بيتشي موجود. الحاجات البايركس للتقديمات للضيافه دي قمر كحك وبسكويت تورته شغال، بسبوسه كنافه يعني مخبوزات. بصي مش هيقول لك لا. تعالوا هنا بقى للتوزيعات دي، توزيعات السيليكون اللي على ستاند والداخل فيها خشب واللي على ستاند الجميله دي خطيره عجباني بصراحه. دي كام قطعه؟ ده 13. هات الاسود نشوف الاسود. بص حلو كده. واو الحلب بتاعه طبعا ده بيتعدل. ده هنكمل ده اصلا احنا بنشتريه لوحده. اه ده اهم حاجه في الطلبه ده عدده كتير قوي كلها حاجات بنستعملها ما شاء الله. تحس ان هو في كبشتين وشايله المكرونه ومعلقه الرز المفتوحه والمقفوله وشايله مكرونه مفتوحه ومقفوله وماسك الماسك بتاعنا المقبض ده والفرشه ومضرب كهرباء مضرب يربي سيليكون. الوان معاكي اهو واثنين سباتيوله واحده معلقه من السباتيوله برضه. ده شايفين يا جماعه الالوان والاكوا كمان كل
دي الوان طبعا الجري والاسود تحفه. انت عايزه تجيبي البينك بتقمي طبعا طقم الحلل بتاعك معاكي، والاكوار لو حابه تعملي ماتشنج الوان ما بين حاجه وحاجه معاكي. الشغل ده معانا فرداني. عايزه اقول لكم بقى ان احنا الدور اللي فوق فيه شويه حلل عظمه. تعملوا معايا الفيديو اللي احنا هناخد عليه عروض طبعا يا احمد مش كده؟ هقول عليه عروض وهنصور شغل عليه ضمانات كده. احنا مجانا برضه عشان نبقى عارفين برضه الشحن مجانا. الارقام دلوقتي موجوده على الشاشه. التواصل مع شركه جولدن للادوات المنزليه ابو ناقص. تعالي بقى اقول لك لو عايزه تجيبي طقم حلل اكيد مفيش غير شركه جولدن. اكبر تشكيل لاطقم الحلل زي ما احنا شايفين. هتلاقي زهران، هتلاقي نيكلون، هتلاقي توب شيك، هتلاقي بونيرا، هتلاقي كمان في ايفيتا وفي مارتيل وفي اجدنز وفي بالظبط وفي لاينز وفي سافلون وفي نيوفليف وفي بالظبط وفي مارتيل وفي زينوكس. في تشكيله حلوه وفي زهران استانلس وجرانيت يا رب ارتفاع يعني. ده موجود وده موجود. هنفتح كام طقم نشوفهم مع بعض علشان ما اطولش عليكم. بس انا عايزه اديكم فكره عن المكان. عايزين نشوف مثلا استانلس زهران وزينوكس. في استانلس زهران فوق اهو عايز اقول لكم حلو وناخد فكره عنه. وسعر زهران حلو والستانلس ضمان 25 سنه. 25 سنه صح كده؟ تعالوا بقى بصوا في هنا كمان التيفال موجود موديلات يعني عندنا اهو ما شاء الله حاجه محترمه جدا. بسم الله ما شاء الله طقم كامل يعني في معاكي خمس حلل وطاجن مدور وطاجن مستطيل ولبانه وقلايه وطاجن توزيع ده كده تمام جبته؟ وفي تكوينات مختلفة منه. هنشوف دلوقتي ونشوف هنفتح ايه. تعالوا نشوف بقى زهران. طبعا زهران الاصلي يا جماعة ما شاء الله بضمانه كله. وتحتفظي بالفاتورة لما تشتري ان الضمان هنا ولا في الشركة؟ هنا الله. وفي الشركة في كل حتة. طبعا زهران غني عن التعريف. الضمان شهادة الضمان اهو 25 سنة اهي والستيكر على الحلة نفسه. زهران توزيع حراري بجد حاجة محترمة. شايفين السياكة؟ استنى الزهران حاجه محترمه تعيش معاك العمر جميله ما شاء الله يعني. ما شاء الله يعني تحطيها على بوتاجاز ثابته غطا ثابت تقل حله محترم جدا توزيع حراري ممتاز حاجه تعيش معاك العمر ومعاك ضمان كمان 25 سنه. ده كام حله؟ دوت خمسه حله. اكبر حله معاك كام؟ 32 26 22 20 16 ما شاء الله. المقاسات موجوده معانا بسم الله ما شاء الله. طبعا كل حله ليها ضمان مش الضمان كمان على الطقم كله على كل طقم. كل حله وليها ضمان. الطقم ده معانا بكام؟ ب 6500. ستة ده سعر الشركه ولا اقل من الشركه؟ لا ده سعر الليسته اللي هو بتاع الخصم بتاعنا اللي هو بتاع التجاري. خصم تجاري مش اللي هو بتاعي كمان ده 6500 سعر تجاري. عندنا كمان استانلس يا جماعه في زينوكس ما شاء الله. طب عايزين نشوف طقم زينوكس. انا شايفه في موديلات كتير في كلاسيك وفي ايه وعايزه اقول لكم بجد يعني احنا في شركه جولدن فكل البراندات موجوده. سافلون، نيوفليم، كوركوماز وطبعا كمان الزهران موجود في التشكيل كله. في 32 في 32 في كل الحاجات موجوده. في اكبر حله 30 وفي اكبر حله 32. الله 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 حلوه. توزيع حراري والشرياطه بصي انا ماسكه الحله. بصوا يا جماعه زينوكس اهو ميد ان ايجيبت. طبعا انا قايله لكم ده مصري حاجه محترمه ما شاء الله. الحله تقيله الضمان ده كتالوج. كتالوج بتاعنا. بصوا الحله ليها الكريت اهي من جوه بتاخد معاكي مش شغاله التعريف يعني 13 لتر. اكبر حله خطيره وتقيله بسم الله ما شاء الله. امسك يا احمد بسم الله ما شاء الله. حاجه تقيله ومحترمه وحاجه يعني ممتازه. طالع ارتفاع واحد مش بومبي. معانا البومبي موجود في زهران بومبي شويه بس خدي بالك البومبي بتاعه مع التوزيع الحراري حاجه محترمه جدا بسم الله ما شاء الله. طيب الطقم ده خمس حلل برضو اخر حلل مقاس 30. خلينا نقول مقاس 30 بكام؟ ده 4200. 4200 ده كان يعني سعر الخصومات كل حاجه لينا احنا خاصه بينا احنا تمام مش اللي هو خاصه بالشارع لا الخصومات دي بتاعتنا احنا واحنا بنعملها للزبون الجمله والقطاع. دي اسعار تجاريه لان انا زي ما عودت برضه على الناس ان احنا بنبيع لك قطاعه سعر الجمله تمام اللي هو القطعه بتغليها بسعر التجاري ان انا بوزع بيه تمام. عايزين نقول ان احنا الاستانلس في تشكيل ثاني يعني احنا بصوا متاح اهو كل ده تشكيل استانلس موجود. البونيرا موجود وفي بقى اهو موجود فوق وفي اشكال وفي فيوتشر كمان وتينا موجود وفي تيما بالظبط كده موجود. في تشكيله حلوه في الاستانلس. نشوف بقى شويه جرانيت او تيفال. تعالوا نشوف ايه. نشوف ايه يا احمد؟ شوف ايه
يعني في توشيف هنا اهو، في توشيف في مدور وفي مربع في 10 و9 و13 هتلاقينا طبعا توشيف على ذوقك يعني ما شاء الله في كذا حاجه. بص كده توشيف هنا دول اربع حلل وجريل، وهنا توشيف اربع حلل وجريل ده مدور وده مدور، دول اربع حلل وجريل وصينيه وقليتين، مفيش جريل، اربع حلل وقليتين وصينيه تمام. مش كتير كده فضله موجوده، فكل كرتونه هتلاقي لها تشكيل مختلف خالص. هنا اربع حلل وطاجن وقلايه اللي هناك دي اللي هي العلبه البيضة. لا بصراحه خطير تشكيله وتكوينه مختلف جدا. في مدور في بص مربع فيها التسعه تسعه كده اكبر حلقه طبعا بس 28 معروفه يعني. انا عايزه اعمل لكم سبوت هنا عند جولدن على الاطقم الحلال عشان تعرفي ان انت جايه هتلاقي اللي انت عايزاه، عايزه براند هتلاقي سعره قريب جدا، عايزه كمان اسعار قريبه هتلاقي في حاجات اسعارها قريبه. بصوا التوشيف بقى طبعا يعني ما شاء الله مش محتاج عشان نتكلم حسوا سافلون في نفسه أي والله كلام أمر. اي كلام في الطعم دوت احنا بنجرب فيه الله. بصراحه بصوا ثلاث سنين ضمان ثلاث سنين ضمان يعني جرانيت عليه ضمان ثلاث سنين تحسيها سافلون في نفسها والله. الحله تقيله بصوا الغطا بتاعها استنلس، بصوا التوزيع الحراري تحت حاجه بجد محترمه شايفه حله متينه ما يقلش جوده عن السافرون يا جماعه. لو انت عايزه حاجه استعمالها حلو المربع بتاعه جميل جدا جرانيت بره وجوه سافرون في نفسه عارفاه خطير خطيره بصراحه. دول اربع حلل اربع حله ومقلايه ومقلايه وفي اربع حله وجريل تمام وفي 11 اربع حله وجريل وصينيه وطشه. طب خلينا نقول اللي معانا تمام بكام دوت ب 4400 4400 4400 اسعارنا في الحاله بتبدا من كام يا احمد؟ لا الاسعار كتير اسطبهم واسعار بتبدا معاكي مثلا من 2400 2400 وهوريكي طقم حلو طقم بني رفيع ب 2400 في نيو سافلون دوت 2400 3 مللي نيو سافلون مصري بس حلو يعني بترجع حسب السمكات والملات وانا الحاجات دي لما الزوم بيجي لي هنا او العميل بيجي بشرحها له بعرفها له هو بيختار بس تمام. طيب عايزين نقول كمان ان احنا معانا هنا الحلل دي كلها موجوده هنا في تيفال الزهران معاك. انا عايزه طقم تيفال الزهران بالمناسبه تمام تيفال اختار لي طقم منه كده مش احنا هنجيب لك اللي على الاول على طول اللي على الوش حاضر موافقه تمام. انت فاجئتينا بالموضوع ده مش هتعمل بقول لك لا توقعي نطلع هات الطقم اللي على الوش معلش تعالوا اقول لكم. بصوا بقى هنا اللي هو الكي اند اي ده استعماله حلو قوي على فكره يعني انا عندي كي اند اي المدور خطير استعماله حلو وتوزيع حراري محترم وحاجه تقيله. في بقى تكوينات دول ثلاث حلل ولبانه وجريل للاستعمال اليومي كده خطير معاكي برده مرتيف ده خطير سمك وتقل وحاجه محترمه جدا. بكام المرتيف ده يا احمد؟ المرتيف دوت ب 3700. طب بص احنا بننزل بالاسعار ازاي؟ في حاجات حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. ده طبعا لون تاني منه فانت هتلاقي بقى تشكيله محترمه. تعالوا نبص هنا على سيبال زهران. بصوا يا جماعه عايز اقول سيبال زهران خفيف خفيف مش تقيل بس تبان محترم جدا جدا خطير توزيع حراري محترم. الطالب بتاعه فرنساوي يعني الطالب بتاعه فرنساوي خطير يا جماعه. طب العلم اهو موجود دول كام حلل؟ اربع حلل شيل السلم ده كده بصوا شايفين ما شاء الله. طبعا احنا متفقين ان في انا مش عايزه افتح لان هي مقفوله. طبعا تيفال هنا هي مكتوبه على اليد مش عارفه واضحه قدامكم ولا لا. معايا هنا يا رشا اذنك هنا حلو قوي معانا كل التشكيلات دي يا رشا موجوده تكوينات مختلفه تكوين 12 موجود 19 موجود بفضل الله كل ده موجود. في ساده صور لي الطن برضه اللي هو البروم ده الارميتال وفي كمان اللي هو التيمبو الموديل ده موجود والموديل ده موجود كله موجود ما شاء الله. في البريوني كمان اللي هو القمر ده موجود معانا ده التكوين الكبير بتاعه. جايب لك برضه الطقم اللي انت بتتكلم على حاجه اقل شويه في السعر دوت تيفال بجريل تمام 3 مللي وشركه بونيره بونيره مش بونيسيره دي بونيره لا بونيره تمام ما تشتغلش بالتقليد او بتشيلة. يعني يجيب لك الخمس سمك يا اطال حتى لو في حاجه بنقول ان هي مصري وبالظبط بالظبط يعني يجيب لك حاجات برده كلها موصوف منها من الشركه ما شاء الله ماشي 2700 2700 بص الحله من جوه عامله ازاي حاجه قمر والغطا تقيل والله يا جماعه. تعالي لو لقيتي حاجه غير اللي بقولها ما تاخديش انا اللي بقول لك. شايفه التوزيع الحراري شايفه الحاجه عامله ازاي بنيره وميدن تركي طقم تركي معاكي وب 2700 2700 لو ما ده قمر بجد جولدن دي اكبر حله مقاس 28 28 تمام بسم الله ما شاء الله طبعا. عايزين نقول بقى تعالوا لي الناحيه دي ما شاء الله في تشكيل تحفه فاميلي هوم ده اللي احنا جبنا منه حله البخار على العرض هديه. في كمان الاكدنز موجود منه بكل تكويناته متاحه. عايزين نقول حتى حاجات الدلع بتاعت العرايس موجوده معانا. معلش يا احمد ايه هقلب لك الدنيا شويه. بص مثلا الصينيه دي
الصينيه الخشب دي، دي حلوه كده تسيلي تحطيها بالترتيب، حلوه تعملي فيها سندوتشات الشاورما، حلوه قوي. عايزه تطلعي شيف اللي جواكي وتعملي سوشي، هتعملي تعملي فيها سندوتشات لسهره بالليل. هي صينيه خشب مش هتقول لك لا، تحطيها في الكوفي كورنر مش هتقول لك لا. عندنا كمان مقاساتها، مقاس والثاني موجود معانا، حاجه قمر قوي وحاجه خشب وحاجه محترمه جدا. الطقم ده كام ولا هو بالقطعه؟ لا بالقطعه. بكام ممكن؟ فلوس يعني حاجاتي كلها ايه بالحب كده. والله بالحب. ايوه كام بقى اللي بالحب ده؟ ايه 175. الصغيره اه. والكبيره؟ الكبيره بتزيد 20. طيب 175 والكبيره بتزيد 20. بصراحه اوريكي برضو حاجه سعرهم اقل من بره والله يا جماعه. وريتك التيفال البنيره؟ وريتني التيفال البنيره ماشي. وبوريكي برضو كيفان بونيرا تاني. تعالوا معايا. او سيراميك بونيرا تاني. عشان انا بوريتك اللي هو ب 2000. اه 2000 كام؟ كده اوريك الشغل ما شاء الله. انا اوريك ال 3 مللي. اه. ده ال 5 مللي. 5 مللي؟ وبونيرا اه عشان عشان مش حد يقول لي الفرق ايه، انا بقول لك الفرق. هي تكعيبه من بره توزيع حراري، وبونيرا برضو مش بوناتيرا. ركزوا معايا وشوفوا براحتكم. جايب منه التيفال الالوان الجديده. الموت الجديد بتاعه جايبه. ده سيراميك ولا تيفال؟ ده سيراميك الجديد مش الالبوم ده. اه اللي كنت بقول عليه في العرض العروسي. بس عامل ازاي سيراميك؟ عشان اللي بيحبوش السيراميك الفاتح بيبقع، ده هيبقى حلو قوي معاكي. الطقم ده خطير، ده حلو. بص ده كل دوت اشكال وسعره تحفه ما شاء الله. اشكال وسعره خيال فوق الخيال. وفي كشمير ونبيتي وموف ورصاصي كل الوان بفضل الله. والنحاس الجرانيت موجود. اللون التيفال الجديد الترند اهو. الموف اه ما شاء الله. المط حاجه الله اكبر عليها. بسم الله ما شاء الله. تعالوا اقول لكم كمان الناس اللي بيحبوا الالومنيوم، انا مش هنزل بقى الالومنيوم بس انا ليكم ان انتوا تشوفوا بنفسكم ما شاء الله التشكيل موجود قد ايه من طقم الالومنيوم. كتير جدا، حتى حلل البخار موجوده، حلل المكرونه موجوده، حلل عزايم فرداني موجوده، حلل ضغط ماتيك او مانيوال برده موجوده معانا، موجوده معانا النهارده مع شركه جولدن. عايز اقول لكم بقى ان احنا صورنا عرض عروسه، نزلت الفيديو بتاعه. اللي ما شافش الفيديو يدخل يشترك في القناه كده ويتفرج على تفاصيل العرض ده بكل اهتمام، ويسيب لي تعليق يقول لي ايه رايه في العرض. عرض عروسه محترم جدا، 82 قطعه وشعر مجانا. عرض العروسه بفضل الله. انا حاجه تعبنا بفضل العروسه. اه والله عرض جباري.